سيداتي وسادتي، مساء الخير. في مستهل هذا الأسبوع وبعد صراع مرير وقاس مع المرض، رحل عن عالمنا الشاعر المبدع أمل دنقل عن عمر لم يجاوز 40 عاما إلا بقليل، وعن عطاء شعري أصيل تمثل في دواوينه الشعرية المتتابعة: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، تعليق على ما حدث، مقتل القمر، العهد الآتي، وأحاديث غرفة مغلقة. وكان يتهيأ لإصدار ديوانه الشعري الجديد أوراق الغرفة رقم 8. رحل عن عالمنا الشاعر أمل دنقل بعد أن حفر في وجداننا وفي أعماق تاريخنا الأدبي وفي ديوان الشعر العربي المعاصر كله اسمه كواحد من أبرز الأصوات الشعرية وأكثرها أصالة وتمايزا وتفردا وارتباطا بقضايا الإنسان العربي والوطن العربي، والتحاما مع مشكلات الجماهير وهمومها، وتعبيرا عن المستوى الرفيع الذي لا بد أن يكون فيه الشاعر الذي يعانق هموم أمته وأشواقها ومطامحها. وفي مثل هذا اليوم، في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، تحامل الشاعر المريض على نفسه تاركا فراش المرض الوبيل، ملبيا دعوتنا في التلفزيون ليكون ضيفا على الأمسية الثقافية، ومعه رفيق رحلته الشعرية ورفيق الموطن والنشأة والإبداع الشاعر الأصيل عبد الرحمن الأبنودي، بارك الله في عمره. ومعا كانت تضمهما أمسية شعرية نقدمها، ونحن نودع الشاعر الأصيل ونبكي، ونلتقي مرة ثانية وثالثة مع كلماته الباقية. لو أذنتما في البداية بذكر سريع لما أنجز كل منكما من أشعار طبعت وأشياء ما زالت على الطريق. أستاذ أمل، أنا لي حتى الآن 5 دواوين. الديوان الأول صدرت طبعته الأولى في عام 1969 وعنوانه البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. الديوان الثاني صدرت طبعته الأولى في عام 1971 واسمه تعليق على ما حدث. أما الديوان الثالث فاسمه مقتل القمر وصدر في عام 1974. الديوان الخامس اسمه العهد الآتي وصدر في عام 1975. أما الديوان الخامس فاسمه أحاديث في غرفة مغلقة وصدر في عام 1979. طبعا لي بعض المخطوطات المسرحية والشعرية لم أنشرها حتى الآن، ولكن يتحدث عن الإنتاج المنشور. أستاذ عبد الرحمن الأبنودي، سنتوقع طبعا كثرة هائلة من الإنتاج المنشور وغير المنشور أيضا. هو أنا دايما لما أحاول أتذكر عدد دويني ما أتذكرهمش، لكن بعدهم. أعد الديوان الأول كان سنة 64 وهو الأرض والعيال، وبعدين يعني كل سنة كنت بعمل ديوان تقريبا يعني، فكان الزحمة، العماليات، جوابات حراج القط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطمة أحمد عبد الغفار في جبلية الفار، ديوان الفصول، أحمد سمعين، أنا والناس، صمت الجرس، المشروع والممنوع، تقريبا يعني. عظيم. يعني ربما المشاهدون لا يعرفون أن الشاعرين أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي ضمتهما في الصبا الباكر نشأة واحدة مشتركة، لكن النشأة الواحدة المشتركة أنتجت لنا شاعرين، شاعر يكتب بالفصحى وشاعر يكتب بالعامية.
هذه فرصة للاقتراب من المكونات الأولى التي صنعت أو شاركت في صنع وجدان كل من الشاعرين. أستاذ أمل، هو أنا أود أن أضيف أن النشأة المشتركة لم تكن فقط بسبب أننا من بلد واحد، وإنما أيضا لأن أبوانا كانا صديقين وهما يكتبان الشعر العمودي أيضا ومن رجال الدين. ما هي البلد؟ محافظة قنا. نحن من قريتين متجاورتين، هو طبعا من كما يبدو من اسمه من قرية أبنود، وأما أنا من قرية بجانبها تسمى قفط، يعني بين البلدين حوالي 5 كيلومترات يعني لا يتجاوز ذلك. لكن احنا التقينا في أيام الدراسة والتجوال. الأبنود الكبير كان شاعرا، وأبي كان شاعرا أيضا، وكان صديقين لكن هي صداقة التقت على الشعر العمودي، لكن نحن صداقة التقت على الاختلاف في اللغة يعني. عظيم. يعني الشيء الذي أحب أن أؤكده يعني أن أؤكده في هذه المسألة هو ليس قضية النشأة المشتركة فقط، وإنما قضية الإخلاص للشعر. يعني منذ البداية كنت أضع يعني في ذاكرتي وفي تصميمي أن أكون شاعرا، وكان هو يضع في ذاكرته وفي تصميمه أن يكون شاعرا، ولم يكن هناك إخلاص لقضية أخرى غير الشعر، أي قضية أخرى يعني، ولا لأي مجال للتعبير بغير الشعر. يعني لم نحاول حتى الكتابة، كتابة القصة أو كتابة الرواية أو المقالات أو العمل بالصحافة أو أي نوع من أنواع الكتابة باستثناء الشعر. وفي تقديري أن هذه الرهبنة في محراب الشعر هي الشيء الذي جمع في البداية بيني وبين عبد الرحمن، فهو كان مخلصا لقضية الشعر بدرجة أحسست معها أن هذا شعر حقيقي. لكن هنا سؤال أستاذ أمل لو أذنت، يعني الصداقة بينكما، الأبوان صديقان والأبوان شاعران يكتبان الشعر التقليدي أو الكلاسيكي، كيف انفرد عبد الرحمن الأبنودي بهذه اللغة الخاصة التي تغير المألوف من مواضعات البيئة؟ بل كيف سمح له وهو ابن لشيخ عالم جليل يكتب الشعر الفصيح التقليدي أن يأخذ هذا المسار الذي عرفناه وتأكد فيما بعد؟ ده سؤال موجه لي أنا. طبعا. هو المسألة أن احنا الاثنين كنا على قدر واحد تقريبا من الثورة على كل ما أحاط بنا وعلى كل المألوف وعلى كل الظروف اللي كانت طبعا مصرة على أن تصنع منا ما يريد أبوانا. وأنا أذكر وأنا صغير أنه من أوائل الأشعار اللي قرأتها كانت شعر أبويا اللي هو عامل ألفية للنحو، على غرار ألفية ابن مالك، وعامل بردة زي بردة البصيري، ودول مطبوعين. وأنا بدأت حياتي محاولا كتابة الشعر بالفصحى بعد الزمن يعني، أو في الصبا المبكر بدأت أكتب بالفصحى، وبعدين الفصحى حطتني في غربة بالنسبة لنفسي كبيرة جدا، وبالنسبة لأحبائي اللي كانوا معظمهم تقريبا في القرية. يعني احنا كنا في المدينة صحيح، بس احلى علاقاتي وافضل علاقاتي هم الاميين اللي في القرية او بسطاء القرية، وما كانش ممكن اقرا لهم الشعر ده على الاطلاق. ده من جانب. الجانب التاني، انا طفولتي مختلفة شوية عن امل. يعني انا رعيت غنم، جنيت قطن. لما انا طلعت والدي كان مستقل بعالمه عن عالم أمي البسيط، فأنا كنت مضطر أرتبط بأمي أكثر دفاعا عن قضيتها في مواجهة أبوي، وبالتالي كنت مضطر أرتبط بأبنود إلى حد كبير، وده علمني حياة أبنود يعني طفولة أبنود، ليل أبنود، العمل في أبنود، غنى أبنود، بالتالي شعر أبنود، بكائيات
أبنود العالم ده، يعني ده كان كون عندي ثروة من وقت مبكر جدا، خلاني لما بدأت أحس إن الفصحى ليست المعبر الحقيقي عني، الوقت اللي بستغرقه في ترجمة الأشياء البسيطة في الوقت ده اللي أنا كنت بحسها واللي كانت بتفقد شعري الكثير من اللي أنا عاوز أوصله، خلاني ألجأ ببساطة يعني للموروث وأحاول أتبين يعني سكة مختلفة عن الموروث وفي نفس الوقت بعيدة عن أبوي. وأنا أذكر ردا على يعني كيف صرنا أن الشيخ الأبنودي قطع لي أول مجموعة يعني من أشعاري شفتها وقال أنتوا بتهدموا اللغة وأنتوا بتهدموا يعني طبعا هو الفصاحة يعني كان عنده قداسة للأشياء. طب هذه فرصة أستاذ عبد الرحمن لنعرف رأي شاعر الفصحى الأستاذ أمل دنقل، هل صحيح هذا الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ومن يكتبون مثله بالعامية في رأيك يهدمون الفصحى؟ لا طبعا يعني أنا يعني لا أعتقد أن القضية هي قضية لغة والفصحى لا يهدمها شاعر، وكل الملاحم الشعبية طيلة تاريخ الشعب المصري والعربي تكتب بلغة نستطيع أن نقول أنها فصحى عربية مكسرة، يعني ليست سليمة تماما، ولم يؤدي هذا إلى هدم الفصحى ولا إلى هدم الشعر العربي السليم، إنما هي اللغة إناء وعاء، يعني ليست القضية هي اللغة التي يكتب بها الشاعر وإنما الأفكار التي يعبر عنها الشاعر. يعني أليست اللغة في مرحلة من المراحل هدفا في حد ذاته، قيمة في حد ذاتها؟ هي اللغة أنا في حد ذاتها قيمة جمالية عندما تكون في شعر، يعني في هذا الإطار أنت عندما تقرأ شعر الأبنودي وهو عندما يقرأ شعرك، ما هو بالضبط إحساس كل منكما بعملية التلقي؟ كيف يصله شعر لا الأخر؟ أنا ممكن أحس بشعر الأبنودي أكثر من إحساسي بكثير من شعراء الفصحى، يمكن لسبب بسيط وهو أن الوجدان المشترك، يعني لا أقصد الصداقة المشتركة إنما الوجدان المشترك، أنا أحس أن هذه الدرجة من الحدة والتناقض بين الصور وإدراك المفارقات هو شيء مألوف جدا بالنسبة لي، يعني هو يعيش في أعماقي، وبذلك لا تستوقفني قضية اللغة أو قضية أنه يكتب بلهجة، لا يستوقفني هذا، إنما يستوقفني ما تحويه هذه اللهجة وكيف تقدم. أيضا الأستاذ عبد الرحمن عندما يقرأ شعر الأستاذ أمل أنا لما ماذا تحس؟ ما أقرأ شعر أمل شعر أمل كأني كاتبه، يعني ما فيش أي نوع من أنواع الغربة، وأي شاعر جيد وحتى الشعراء اللي بيكتبوا في لغات أخرى والأشعارهم ترجمت إلى العربية، المهم الكلام اللي بيقوله أمل فيه شعر ولا ما فيهوش شعر، ودي مسألة تتجاوز قضية اللغة لحدود بعيدة جدا، ده من جانب. الجانب الثاني ان انا بكتب باللغة العربية، يعني انا ما عمري ما حسيت ان ما بكتبش باللغة العربية، اولا المنطقة اللي تربينا فيها منطقة نقاء لغوي يعني على قدر كبير من الصفاء، عندنا الناس في الحياة اليومية يتكلموا بمفردات عربية وبتركيبات فصحى، لكن الميزة واللي على أساسه أنا اخترت الكتابة باللهجة العامية، أولا أنا اخترت اللهجة الصعيدية، ربما لو أنا اتولدت في وجه بحري أو في مكان آخر كان لازم حدرب نفسي على الكتابة بالفصحى، إنما اللهجة العامية في قنا في محافظة قنا مش غريبة على اللغة الأم. الفرق يعني إذا قلنا أن الفصحى هي اللغة الأم فعامية الصعيد هي الفصحى الحياتية، ممكن نقول الفصحى الحية، وأنا أعتقد أن العرب دايما كانوا بيستعملوا اللغة دي اللي أنا بشتغل بيها دي، ليه؟ لأنه دي لغة حياة، مش ممكن العرب في طول التاريخ
كانوا بيتكلموا باللغة المدونة اللي دونها علماء اللغة واللي وضعوا لها القوانين المحكمة جدا دي. شؤون الحياة بتفرض تغيرات في اللغة، ورأيي ان التدوين اوقف عملية النمو الحقيقي للغة العربية والصلة اللي بينها وبين الحياة. عايز اقول حاجة تاني، ان لا اللغة اللي بكتب بها امل ولا اللغة اللي انا بكتب بها هي اللغة لما نناقش قضية الشعر. للشعر لغته، لغته اللي هو مزيج من الموسيقى والاصوات واللي هي حدود الصورة وحدود التجربة الشعرية. اللغة دائما تحت، مش ده اطار لغوي الفؤاني، ده الطلاء اللغوي اللي ما يصحش نتوقف عنده كثيرا، بل نغوص حول يعني او نحو المعنى الحقيقي للغة الشعر، لان كل قصيدة لغتها الخاصة. يعني امل بيكتب عبر كل دواوينه ده شعر، انما كل قصيدة لها لغة الوحدة. ده اللي انا عايز يعني عند هذا القدر. طبعا هذه القضية سنتابعها ونتعمقها على الاقل من خلال بعض النماذج الشعرية. ربما لو أصغينا الآن إلى بعض العلامات الشعرية للشاعرين لكل منكما، على الأقل من إنتاج الفترة المبكرة أو في المرحلة التي ارتبط فيها اسم أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي بحساسية شعرية جديدة ومذاق شعري جديد وموقف جديد للشاعر من عصره وإنسانه ومجتمعه. أستاذ أمل، ماذا تختار لنا كنموذج تسع به الذاكرة الآن؟ أنا ممكن أختار قصيدة اسمها مقتل القمر. كتبتها ونشرتها في عام 1961، وهي من بداية مشاعري. وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس في كل المدينة. قتل القمر، شهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر. نهب الجناة جواهر الماس الثمينة من صدره، تركوه في الأعواد كالأسطورة السوداء في عيني ضرير. ويقول جاري كان قديسا، لماذا يقتلونه؟ وتقول جارتنا الصبية كان يعجبه غنائي في المساء، وكان يهديني قوارير العطور، فبأي ذنب يقتلونه؟ هل شاهدوه عند نافذتي قبيل الفجر يصغي للغناء؟ وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس القمر، وترحموا وتفرقوا، فكما يموت الناس مات. وجلست أسأله كثيرا عن يد غدرت به، لكنه لم يستمع لي، كان مات. دثرته بعباءته، أسبلت جفنيه على عينيه حتى لا يرى من فارقوه، وخرجت من باب المدينة للريف. يا أبناء قريتنا، أبوكم مات، قد قتلوه أبناء المدينة، ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرقوا فوق الطريق مخلفيه. يا إخوتي، هذا أبوكم مات. ماذا؟ لا، أبونا لا يموت، بالأمس طول الليل كان هنا يقص لنا أحاجيه الحزينة. يا إخوتي، بيدي هاتين احتضنته، أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه. قالوا كفاك اصمت، فإنك لست تدري ما تقول. قلت الحقيقة ما أقول. قالوا انتظر، لم تبق إلا بضع ساعات ويأتي. حط المساء وأطل من فوق القمر، متألق البسمات ماسي النظر. يا إخوتي، هذا أبوكم ما يزال هنا، فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة؟ قالوا غريب ظنه الناس القمر، قتلوا ثم بكوا عليه ورددوا قتل القمر، لكن أبونا لا يموت. جميل. أستاذ الأبنودي، ماذا ستختار لنا أيضا من الإنتاج الباكر المميز لاسمك في بداية دورانه وديوره؟ مفروض بعد أمل الواحد يعني يريح شوية يعني. قصيدة قصيرة اسمها الناي. نايك يا خال ليه ندهته كدابة، ليه مغنته تعابين بتتلوى في ضبابة
بضوافر وبنيابة. نايك يا خال ليه همسته بنميمة؟ ده ندها عاشق ولا عوي ديابة؟ والسيف ده كيف تالم لكن خوفني، والسيف ده كيف تالم لكن مسنون، ونعجتينك كيف عجاف وبيدوا، وكيف إذا كلمتهم بيردوا، كيف يا ضروع الموت تحني وتبقى حلابة. البرتجان ميل فروعه وطاطة، طاطة لا بيصلي ولا بيدعي، ونطر على سمعي نحيب الغابة غنوة فرح في شفتين ندابة، والصوت مع المغرب حتت من درعي مسلوخة من لحمي في ندى العصرية. نقيته من فين القصب؟ نقيته وقطعته وبريته ومليته من نفسك، ووزيته يملى المغارب والشفق والصهرة بغنوته الكدابة وشكوته الكدابة. نايك قصب يا خال أبوه الجرف لكن أمه لبلابة. جميل جميل. يعني هناك تساؤل يطرأ الآن على ذهني وأنا أستمع إلى النموذجين من الشاعرين أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي. الصورة الشعرية وبناء القصيدة أو القصيدة الشعرية الجديدة، سواء كان يكتبها شاعر الفصحى أم شاعر العامية، واحدة. الإطار، البناء، نمو الصور، التتابع، التدفق. وأحيانا أتساءل شاعر العامية الآن كيف يرى صورة الزجل والقصيدة الزجلية؟ ماذا تعني بالنسبة له؟ أعتقد أنه زي رأي أمل في القصيدة التقليدية هيكون رأيي في القصيدة الزجلية. بعنيش التقليدية يعني القصيدة الكلاسيكية اللي مكتوبة بشكل جيد، إنما أقصد النظم. زي ما كنا مثلا بنتكلم عن إزاي والدي نظم الألفية، فأنا رأيي إنه الزجل بالرغم من أنه فن له أهميته، وإنه في فترات من تاريخ مصر لعب دور وكان الصلة بين الثقافة وبين العامة، كانوا الناس يقعدوا يسمعوا أسجال بيرم التونسي. فعلا من خلال هذه الأسجال بيرم حاول يعبر عن تجربته السياسية والفكرية. إنما الزجل فن واقع في نفس الخطأ اللي واقع في القصيدة التقليدية المنظومة نظم، في قوالب مسبقة يعني بتأتي الفكرة وفيه القوالب، وتكمن المهارة في إزاي تصوغ هذه الفكرة في القوالب اللي هي جاهزة مهما بلغت الاجتهادات ومهما تعددت أشكال النظم في الزجل، وهي طبعا أكثر بكثير من القصائد التقليدية، تظل شبهة النظم موجودة ويظل ما فيهاش توهج الشعر. الفارق بيني وبين الزجالين أن التجربة بتيجي الأول عندي، يعني بيجي الإحساس القوي بالتجربة، ثم التجربة تبحث لنفسها عن شكل وهي اللي بتخلق شكلها وهي اللي بتخلق لغتها. وأنا أعتقد أن الشعر العامي بهذا المعنى هو الشعر الحديث. هو المسألة أن أنا اخترت هذا الجانب وصبيت كل خبرتي فيه من الطفولة حتى الآن، فأصبحت بهذا الطريق. وأن ممكن لو كنت شاعر فصحى يعني أنا ما كنتش هحس كان هيكون نفس الوضع بصر. يعني بصر. إنما الزجل زي ما اسمع قصيدة لشاعر في مدينة صغيرة بيمدح فيها المحافظ، ده بيوحيلي بالضبط بالزجل اللي واحد بيتكلم عن انفجار مصورة في حار، هو إن هو بيكتبها بالطريقة دي. أضف إلى هذا إن احنا مع حركة الشعر الحديث مع السياب ونازك الملائكة
وعب صبور وحجازي وامل دنقل والشعراء اللي قادوا يعني حركه الشعر الحديث، احنا كنا بنعتقد ان هم بيقودوا حركتنا في نفس الوقت، وان احنا بنعبر عن الوجه الاخر للمساله، او كنا بنؤمن ان برضه من حق شعبنا اللي نسبه الاميه كبيره فيه ان احنا نتواصل معه. عظيم، يعني ده توضيح للمسألة بشكل فني جيد، لكن من خلاله الشعر الجديد، شعر الفصحى وشعر العامية كما أشرت، بينهما على الأقل في شعريكما أنتما بالذات لون من الوقفة المتميزة مع التراث، مع التراث ومع المأثورات الشعبية ومع أقنعة من التاريخ و نداءات من الفولكلور وشخصيات شعبية تصحو وتتصارع وأنماط من التاريخ، التاريخ الوجداني للإنسان. هذا الموقف المشترك بينكما في شعركما، ما عناصره وما هي رؤية كل منكما له بالتحديد؟ أنا كنت عايز فعلا يشير لنقطة يعني مشتركة اللي هي الأساس الجوهر، وهي الحداثة. الحداثة في الرؤية، سواء كان هذا الشعر مكتوب شعرا حديثا بالفصحى على طريق التفعيلات او شعرا بالعاميه متحرر من الاوزان الزجليه يعني. وانه الحداثه لها جناحان يعني، وهو المعاصره، ولكن جناح الاخر هو الاصاله، يعني لا يمكن ان نستحدث شيئا من فراغ او الا نتكئ على تراث الأمة وعلى ماضيها حتى نستطيع أن نحقق رؤية نافعة للوجدان، لوجدان الشاعر أولا قبل أن تكون متصلة بوجدان الناس. وإذا كان التراث عندنا يعني منقسم قسمين، تراثا رسميا وتراثا شعبيا. التراث الرسمي يتمثل في الأساطير العربية والأساطير الإسلامية والميثولوجيا الدينية. التراث الشعبي، لا التراث الرسمي. التراث الشعبي يتمثل في كل إقليم عربي أو في كل قطر عربي، حداجة في مصر مثلا، الظاهر ببرس، ممكن ألف ليلة ممكن نعتبرها أيضا من ضمن التراث الشعبي، ولو أنها فيها جزء في بغداد وجزء في القاهرة ومفصول عن بعض المعروف. فالعودة إلى هذا التراث أساس في اكتشاف شخصية الشعب نفسه، في اكتشاف العلاقات بين الأشياء. هي الحداثة كيف أن نكتشف علاقات جديدة بين الأشياء غير العلاقات القديمة التي كانت سائدة. لأنه الشاعر التقليدي سواء كان هذا الشاعر يكتب بالفصحى أو يكتب بالعامية، يكتب شعرا عموديا أو يكتب زجلا، هو الحقيقة درجة الكلاسيكية بتحدد بأنه يستخدم نفس العلاقات القديمة بين الأشياء التي كان يستخدمها الشاعر القديم في القرون الوسطى، ولا يستطيع ولا يفكر في أن ينظر هو من زاويته إلى الأشياء لكي يكتشف بينها علاقات جديدة، حتى في إطار موروثه الديني أو موروثه الشعبي. فعندما مثلا يريد أن يتحدث مثلا عن التمرد مثلا أو العقوق، فيستخدم مثلا ابن نوح رمزا على العصيان والهلاك بعد ذلك، في حين أنه من وجهة نظر أخرى ممكن أن نعتبر أن الخلاف بين نوح وابنه كان خلافا حول وسيلة الدفاع عن الحضارة الإنسانية في ذلك الوقت. كان نوح يعتقد أنه لا عاصمة من أمر الله، وبالتالي فعل المؤمنين أن يركبوا الفلك وينجوا، وكان ابن نوح يعتقد أنه يستطيع مع الناس أن يدافع عن هذه الحضارة وعن هذا البناء وأن يبني سدا من الحجارة لكي يقف في وجه الطوفان، لأنه لم يكن يتوقع أن يكون هذا الطوفان مدمرا كما أنذر الرجل. فدرجة الاكتشاف يعني في الشعر بتحدد مدى رؤية الشاعر ومدى قدرته على إدراك الواقع اللي حواليه. هل من هذه النقطة كان التفاتكما إلى شخصيات وأقنعة ودلالات من التراث؟ طبعا يعني لأنه إذا كان اثنين في بيئة محافظة استطاع أن يخترق حجب هذه البيئة لكي يتواصل مع لغة جديدة ومع بلاغة جديدة، معنى أدق، مع بلاغة جديدة. فيجب أيضا عندما نحتك بالأشياء أن ننظر إليها من منظر مختلف، حتى عندما نهبط إلى القاهرة فإنما نرى الأشياء بشكل غير شعور الدهشة لي في الأول، يعني شعور الانبهار، لا لم يكن هناك شعور انبهار، هناك شعور انتقادي أيضا.
يعني دائما الرؤية تجزئ الواقع، يعني نحن نجزئ الواقع أمامنا ثم نعيد تركيب عناصره من جديد، وقد نكتشف فيه مفارقات ساخرة وقد نكتشف فيه عظمة وعمق. تمام. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يعني لم يكتفي بهذا الموقف مع التراث، ولكن تحول في الكثير من الأحيان أو نظر حياته لجمع وتنقيب وغربلة وإضافة وإذاعة للناس ونشر، كما فعل مع الهلالية، وهي مجهود ضخم وكبير، وأتيح لجمهور كبير من المستمعين أن يتابعوا حلقات هذا العمل. هذا الجهد إلى أي حد هناك علاقة تحتية بينه وبين شعر الأبنودي؟ يعني إلى أي حد كان له انعكاس أو انضاج أو لمحة معينة انسكبت على شعر الأبنودي الغارق في هذه الألوان التراثية المختلفة؟ هو أنا يعني جيت في فترة وبعدين قلت ممكن أنا أكون شاعر كويس، إنما مصر طراحة وممكن يعني تنجب 100 شاعر جيد، إنما شعر الشعب المصري اللي هو مدفون داخل صدور الشعب المصري احنا ما بنعرفوش، وهو شعر أعظم من كثير من الأشعار التي نحتفي بها ونحتفل ونقم لها التماثيل، وإنه من العار إنه شعب ما يكتشفش شعره، ومن العار أن نستلهم الأدب اليوناني والأداب الأجنبية ونستوحيها في أعمالنا، وإحنا عندنا ثروة مدهشة، يعني إنجاز ضخم جدا لشعب لا يمكن فرد أو أفراد ممكن ينجزوا. ومن هذا المنطلق بدأت، وده أثر علي يعني على نتاج شعري بشكل كبير، لكن استمريت وقلت إنه الملاحم اللي ما زالت عايشة زي السيرة الهلالية ويعني متفرقات من الظاهر بيبرس وحسان اليماني ده من حق الناس إنها تعرفه، ومن حقنا إحنا كناس بنعمل بنكتب مسرح وبنكتب شعر وبنعمل سينما، ما زلنا يعني دايرين في دوائر ما فيهاش غنى التجربة الشعبية بالمعنى الحقيقي، مش الشعبية ان انا بروح اجيب اطراف الاغنيات الشعبية واعملها بالشكل المبتذل، لا، علينا ان احنا نعرف ان الفلكلور ده شيء فعلا له قيمة ضخمة يعني. وبعدين دي اعمال شعرية عربية، يعني امل ذكر في بداية الحديث ازاي انه الملاحم الشعبية كانت مكتوبة بلغة مكسرة وكده، ده مش ادب، مش دي ملاحمنا، دي رواية بعتقد انها احدى الروايات الشعبية اللي مسكها واحد مرتزق واعاد صياغتها بهذا الشكل الهزيل، يعني نافي منها كل ما هو شعبي، يعني عمل رقيب على احاسيس الشعب وعلى افضل ما غنى الشعب، ولقيت في هذه الملاحم كل قيم شعبنا وكل الاشياء اللي احنا ما بنجرؤش نعبر عنها بالطريقه الواضحه والصريحه زي ما الشعب بيعبر عنها في حياته اليوميه وكده، وده اللي انا يعني ايه نظرت له نفسي. طبعا انا ما كانش القصد ان انا استفيد من ده في شعري، مش ده القصد، القصد اكتشاف هذا الشعر العظيم وتقديمه لجيلي وللاجيال المقبله على أساس إن ده ممكن يلعب دور كبير جدا في التأثير في كل الفنون والأدب الموجود عزيز في مصر. فاللي حصل إن أنا خلال 12-14 سنة غصت وراه وجمعت ما قيمته 650 ساعة وفرغته وأرشفته وعملته وشرحته، قلت يعني ممكن أموت بكرة ولا بعده، اللغة مغلقة وصعب على أي حد يجي، وأظن إن هو معد الآن يعني لأي
عاوز دولة طبعا تنشره وتقدمه يعني علشان يؤتي فعلا ثمراته الحقيقية. انما طبعا غرقي فيه ده لا شك انه انما هو ده جزء رئيسي من الاخلاص للقضية الكبرى يعني. قضية التراث وقضية اللغة الشعبية وقضية الشعر الشعبي والشعر الشعبي هو الذي ادى الى هذا الغوص اللي استمر 12 سنة طبعا. كما قلت ده دور مركز الفنون الشعبية أساسا طبعا. يعني هو ده دور مركز الفنون الشعبية طبعا. لكن في غيبة الدور الواعي لكثير من المؤسسات بيتميز ويبقى دائما عمل الأفراد. هو أصل كمان الزمن بيقضي على الأشياء يعني أجهزة الإعلام الحديثة والطرق اللي تسلل بها أشرطة الكاسيت وخلافه يعني تقريبا بتقضع. والتطور الاجتماعي يعني اغاني الشادوف اغاني السواقي كلها في سبيلها للانقراض. فلا بد ان يتم هذا بسرعه. فكان لابد من ما اسالش حد ومهما كلفني من عمر او من يعني من قروشي الغلبانه صحيح ان انا اجمعه واحط ايدي عليه. يعني هناك سؤال اعتقد انه هام ومتصل برؤيه كل منكما لوظيفه الشاعر او دور الشاعر الان. يعني في الواقع مع مراحل كثيرة في القضية الوطنية والصراع الوطني والاستقلال والتحرر والمفاهيم العربية التي طرحت زمنا، كان الشاعر بينظر إليه دائما على أنه شاعر له هتاف سياسي أو شاعر له نغمة معينة من الزعيق والإثارة وقوة الحنجرة. في فترة أخرى كان بينظر إليه على أنه شاعر يدعو إلى نغمة فيها شيء من التصوف والعكوف والعزوف والغناء للنفس. وبين هذا المد والجزر كان الشاعر المعاصر باستمرار بينظر إليه أين هو في مقدمة القافلة، مختفي بعيد عن القافلة، سحقته القافلة، حملته القافلة. لذلك الآن رؤية كل منكما للدور ليس المطلوب من الشاعر ولكن الذي ينبع من أعماق كل منكما، كيف يراه الأستاذ أمل؟ أعتقد أن الشاعر له وظيفة اجتماعية أساسا. يعني لا بد للشاعر من موقف اجتماعي. مسألة الموقف السياسي تالية لذلك، إنما أساسا يجب أن يكون له موقف اجتماعي من الناس ومن قضايا المجتمع ومن قضايا العصر الذي يعيش فيه. كل الشعر الذي ظهر وتبنى شعارات سياسية زاعقة بشكل مباشر هو شعر كنسته الأيام، لأنه لم يحمل لا يحمل الأسس الفنية لتقييمه أو لشد عوده كشعر. يعني كذلك الشعر الذي ينشر في كثير من الأحيان ونجده مجرد ترجمة لمنشطات الصحف، يعني قصيدة في مختلف المشروعات، قصيدة حول دخان المصانع، قصيدة حول كل المنشطات التي تتحدث عن الإنجازات الوطنية والاجتماعية وتعبر عن هذه القصائد، هي حقيقة قصائد ساذجة ومحدودة بالوقت الذي قيلت فيه. أو صحافة شعرية؟ لا، ليس صحافة شعرية، لأن الصحافة لها دور في التنوير، لكن هذا ليس شعرا تنويريا، هذا شعر تابع ترديدي. يعني الأفكار تطرح في الصحف ثم بعد ذلك يأتي الشاعر فينظم هذه الأفكار. وهذا يعني أيضا أنه بجانب أن الشاعر يجب أن يكون له موقف من المجتمع، فهو في حقيقة جوهره هو شاعر معارض. يعني الشاعر يجب أو الفنان عموما يجب أن يرفض الواقع لأنه يحلم بواقع أحسن. يعني حتى لو كان الواقع الذي نعيشه جميلا فنحن نطمح في عالم أكثر جمالا وأكثر رقة وأكثر شاعرية. من هنا الشاعر يريد أن يحقق المعادلة المستحيلة، أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. حلم الشاعر دائما أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. وما أن الواقع لا يسعف ودائما في درجة تخلف عن الحلم، فالشاعر يقف دائما مع الحلم ضد الواقع. يعني أنا يعني ضد أن يفسر موقف الشاعر بأن هذا شاعر سياسي أو شاعر أو هذه قصيدة سياسية. توجد قصيدة واحدة وهذه القصيدة تحمل رؤية اجتماعية إنسانية سياسية طبقية من جميع الجهات، وصفية طبيعية غزلية
القصيدة تحمل جميع، لا يوجد في الشعر الآن هذا التقسيم الحاد بين هذه القصيدة غزلية وهذه قصيدة سياسية وهذه قصيدة وطنية وهذه قصيدة مدح وهذه قصيدة هجاء وهذه قصيدة فخر، انتهى كل هذا. القصيدة صورة لإحساس الشاعر بالمجتمع في لحظة ما. الأستاذ الأبنودي كيف يرى الموقف؟ طبعا أنا يعني كل ما قاله الأستاذ أمل أعتبره كلامي، لأن هو ده الكلام الوحيد على ضوء التجربة الطويلة مع الشعر. أضيف شيء بسيط، يعني إن الوقت ما عادش فيه المسافة اللي بين الذاتي والموضوعي، اللي بين الخاص والعام، انتفت المسافة. وإحنا يمكن كجيل، يمكن جيل الستينيات بالذات، يعني تحولنا إلى يمكن تعبير عن الزمن اللي عشناه. أنا بعتقد إن إحنا أقرب للإحساس بكل ما يدور في العالم الآن. طبعا الناس اللي جابلنا من حقهم يقولوا نفس الكلام، والناس اللي جايين بعدنا طبعا هيكونوا أنضج. إنما يعني إحنا اكتشفنا إن الإنسان لما يكتب الشعر هو بيكتب حياته في لحظة. وحياتنا بصراحة ما عادتش إن أنا ما شايفش غير مراتي أو حبيبتي أو شقتي أو لا، ده كل ما يحدث في العالم يسعدني أو يحزني، وهو جزء مني وأنا جزء منه. وبالتالي تعبيري عنه ده مش نويت أكتب قصيدة سياسية، لا، ده نوع من ضخ هذا الإحساس اللي بيبقى يعني جاسم على صدر الشاعر، واللي هو مش ممكن يستريح إلا بالصراخ بيه أو التعبير عنه. الصراخ ده مش لازم يكون بالصوت العالي يعني، وفي نفس الوقت ممكن يعني أمل رغم أنه قال لنا هذا الكلام، هو له قصائد سياسية طول الوقت، وأنت تقرأها أنت تقرأ سياسة، ولكن سياسة مش يعني مش راكبة مع ذهن أمل بدبوس، لا، ده شيء طبيعي حقيقي من جوه هزه وأدى به لهذا التعبير، وما انفصلش لا عن أمه ولا عن مراته ولا عن لحظته ولا عن ماضيه ولا عن مستقبله. فأنا يعني مش بقول أكتر من اللي قاله أمل، إلا في أنه إحنا ما فيش مسافة بيننا وبين الناس الآن. أنا لما بقول بصفتي إنسان صادق فرد عايش، وهو في نفس الوقت تعبير عن كل الناس اللي عايش. يعني هذا الموقف يعني أنا أسلك الكلام، يعني أنا لا أعتبر نفسي شاعرا سياسيا، ولا أعتبر عبد الرحمن أيضا شاعرا سياسيا. أنا أعتبر نفسي أعتبر أستاذ عبد الرحمن شاعرين وطنيين، بمعنى الإحساس بالوطن. الوطن ليس بمعناه السياسي، الوطن معنى المجتمع والناس والأرض والتراب والنيل ولحظاتك حياتك أنفاسك والفرح والحب وأظن تراب الوطن كانت آخر كلمة في آخر قصيدة نظمتها. لا، هو النيل كان قبل ذلك. نستمع إلى أحدث ما كتب النيل قبل ذلك. نستمع إلى أحدث ما كتب أمل دنقل في اللحظات الأخيرة من البرنامج. عايزين نسمع ضد من؟ والله فرصة نقول الأستاذ أمل في هذه الأيام يمر بمحنة صحية، هو طبعا بيرفض هذا الكلام تماما. احنا اعتبرنا وجوده معنا في الاستوديو رفض للمحنة وتجاوز للمرض، او يعني لا، ما هو حتى في الشعر هو انسان قوي طبعا واقوى، ولذلك المشاهدون سيفاجئون بان أمل موجود معنا الان في الاستوديو الحمد لله، ونحن سرقناه سرقة طبعا من سرير المستشفى. تفضل يعني. فكنا عاوزين نسمع هذه القصيدة اللي هي فيها يعني المواجهة لهذا. لا، أنا كنت عايز أقول قصيدة أخرى. تفضل كما تشاء. لأن يعني المرض وما يتعلق به يعني ليس قضية أشغل بها أي أحد. القصيدة اسمها حوار حول النيل أو حوار على النيل. هي حوار بين رجل ذو سلطان وبين تابع له يمشي معه على الخف النيل. من ذلك الهائم في البرية ينام تحت الشجر الملتف
والقناطر الخيرية. مولاي، هذا النيل نيلنا القديم، أين ترى يعمل أو يقيم؟ مولاي، كنا صبية نندس في ثيابه الصيفية، فكيف لا تذكره وهو الذي يذكر في المذياع والقصائد الشعرية؟ هل كان قائدا؟ مولاي، ليس قائدا، لكنما السياح في مطالع الشتاء ذي الأقمصة القصيرة الأكمام يأتون كي يروه، ويصورونه بوجهه الباكي وكوفيته القطنية لكي يشهروا بنا بالنظم الثورية. تعال كي نودعه في ملجأ الأيتام. مولاي، هكذا تحبه الصبايا والرعاة والأغنام وأم كلثوم التي كانت تغني له في وصلتها الشهرية. النيل، أين يا ترى سمعت عنه قبل هذا اليوم؟ أليس ذلك الذي كان يصاحب العذارى ويحب الدم؟ مولاي، قد تساقطت أسنانه في الفم ولم يعد يقوى على الحب وألعاب الفروسية. لا شأن لي، لا بد أن يبرز لي أوراقه الرسمية، فهو صموت يصادق الرعاع، يهبط القرى ويدخل البيوت ويحمل العشاق في الزوارق الليلية. مولاي، هذا النيل لا شأن لي بنيلك المشرد المجهول، لا بد أن يريني أوراقه الرسمية، شهادة الميلاد والتطعيم والتأجيل والموطن الأصلي والجنسية لكي ينال الحق في الحرية. أستاذ عبد الرحمن، ماذا تسمعنا في ختام البرنامج؟ قصيدة وداع. بودعك قبل الوداع بسنين، يا مليحة الجول والفعال، يا طهرة الشفتين، بمسك في ديل جلبيتك وابكي، رجلي رجل في جنتك ورجل في شكي، بمسك في ديل جلبيتك وانوح بحب، لكن لا فؤاد ولا روح، لما اليتيم بيعانق المجروح، يقع القمر نصين، يا وادعة يا ظهرة الشفتين. قطر الصباح قبل الصباح جاني، ولما جاني الصبح قطر الصباح كان صوته عداني، كان صوته أبعد صورة في وداني. قعدت أشرب على الرصيف وانعي، تدوس رجول الناس على دمعي، وطعم شفتينك مرار اليتم، ومن بعيد كانت بيوت الناس متكومة تحت النخيل والصبر، وانا على الرصيف الصخر وحداني، بداري بيدي عورتي وانعي، وتدوس رجول الناس على دمعي وملمهوش بيدي. جوا الطعام طعامين، جوا الشراب شرابين، دلوقتي انتي واحدة ولا اتنين، كل الحاجات دلوقتي لها طعمين، وفي كل شيء شيء، كل شيء اتنين. لما تبص في عيني وتلاقي، ابقي ما تبقيش تقولي لاني عارف. جميل. يعني من اللقاء بين الشاعرين المتميزين أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي تولد الحقيقة البسيطة المؤكدة والواضحة التي تتصل بجوهر الشعر، جوهر التعبير الشعري والإحساس الشعري، جوهر الحداثة الشعرية، وجوهر الموقف الشعري الجديد من التجربة ومن الإنسان ومن الوطن ومن كل الأشياء. ويتوقف هذا الصوت الشعري المتوهج، يتوقف صوت الشاعر المبدع أمل دنقل الذي نودعه في هذه الحلقة من الأمسية، والذي ودعناه جميعا في مستهل هذا الأسبوع، ليبقى في وجداننا شعره، وليبقى في سجل ديوان الشعر العربي المعاصر عطاؤه الشعري الأصيل المتميز، واحدا من الأصوات الشعرية الأصيلة
وصوتا بارزا يتصدر الموجة الثانية لحركة الشعر الجديد، وستبقى كلماته وسيبقى موقفه الشعري وسيبقى عطاؤه المتميز درسا لجيلنا ولكل الأجيال القادمة، تحية لروحه وتحية لرفيق رحلته ونشأته وتكوينه الشاعر الأصيل عبد الرحمن الأبنودي الذي شاركنا هذه الحلقة من الأمسية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.